بداية قراءتنا في عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم ببلدان أوروبا الغربية من فرنسا، حيث اهتمت صحيفة لوفيغارو بإبلاغ وزير الخارجية جون إيف لودريان نظيره الأمريكي أنطوني بلينكن خلال اجتماع ثنائي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بأن الخروج من الأزمة بين بلديهما عقب قضية الغواصات الأسترالية يتطلب وقتا وأفعالا. صحيفة The Guardian البريطانية ركزت على كلمة رئيس الوزراء بوريس جونسون خلال أشغال الجمعية العامة بالأمم المتحدة، والتي قال فيها إن مؤتمر كوب 26 المرتقب عقده بغلاسكو نهاية شهر أكتوبر المقبل ينبغي أن يشكل نقطة تحول بالنسبة للبشرية التي يتعين عليها التحرك سريعا لوقف التدهور المناخي. ونقرأ على يومية دي فيلت الألمانية أن البلاد تطوي يوم الأحد المقبل صفحة أنجلا ميركل بعد 16 عاما من الحكم، وذلك في انتخابات تشريعية تبقى نتائجها مشرعة أكثر من أي وقت مضى على جميع الاحتمالات، ما ينذر بأشهر طويلة من المفاوضات لتشكيل حكومة جديدة. وفي إسبانيا كتبت صحيفة الموندو أن بركان كومبري فيخا بجزيرة لابالما الإسبانية في أرخبيل الكناري السياحي يواصل إلقاء حممه البركانية التي تدمر كل ما تجده في طريقها، بينما يخشى الخبراء من تسببها في تشكل سحب من الغازات السامة لدى بلوغها المياه.